تمام. ونروح لمنتخب مصر النهارده مباراه لبنان احنا كسبناه 1-0. انت حتى الان يعني شايف انه كيروش بدات تظهر ليه بصمه ولا لسه الاداء يعني؟ والله انا مش شايف لسه الاداء مش مقنع، ممكن يعني مش مقنع ليه، انا شخصيا مش مقنع، لكن انا ما بحبش استعجل، انا بحكم شغلي في التدريب فانا ما بحبش اظلم المدرب او ان انا احكم عليه مسبقا، يعني في عوامل كتيره احنا مش عايشين معاه في اختياراته في متابعته للعيبه، ممكن محتاج وقت برضه، مدرب اجنبي جاي ما يعرفش الكره المصريه عامله ازاي، عمره ما اشتغل في المنطقه العربيه ولا الكره الافريقيه، ده مدرب اسمه كبير اشتغل في انديه كبيره ومسك منتخب ايران، سي في عالي بصراحه، سي في كبير ومسك منتخب ايران وفي انديه كبيره وله اسم كبير واشتغل مع مدربين جامدين جدا، فيمكن هو لسه بيستكشف، شايفينه دلوقتي بيغير يعني، معسكر ياخد ما يجيبش شريف وقفشه، معسكر ما يجيبهمش، معسكر ما يجيبش زيزو وطارق حامد، بعد رمضان صبحي، بعد معسكر ما يجيب زيزو وما زال مستبعد طارق حامد، فهو بيستكشف. وخلي بالك برضو هو يعني هي ميزه وعيب، يعني الميزه ايه؟ انا دلوقتي ما عنديش حسابات اني ما بصش للالوان دلوقتي، كل المدربين كان بيجوا ما كانش بيقدر يستبعد اسم كبير سواء في اهلي او في زمالك، خلينا نكون واقعيين، يعني مفيش مدرب مصري او مدرب اجنبي جه يستبعد نجم زي مثلا فيرود منتخب مصر وهداف النادي الاهلي وهداف الدوري زي شريف مثلا. بس ما عندوش الوان. هل في وقت لده؟ لا مفيش، انا ما شايف انه مفيش. وبعدين انا دلوقتي ما اقعد اجرب لعيبه كتير وانا عندي عناصر خبره زي طارق حامد، لعيب بقاله 5-6 سنين ستاند باي بيلعب اساسي 80-90% من المباريات، هو تلاقيه موجود هو جنبه السوليه او هو جنبه النني، يعني هو عامل مشترك دايما في نص الملعب، ومش عشان انا زملكاوي، لا هو لعيب كبير ولعيب في نص الملعب بيدي ادوار دفاعيه مريحه لاي مدرب محتاجها، بس انا ما اقدرش احكم برضو ان نظره كيروش ليه ايه. دايما بدل عذر للمدرب وانه بيشوف، هو عمل قائمه مدرب ما عندوش وقت لرفاهيه الوقت، هو عمل قائمه مبدئيه لكاس الامم وحاطط فيها طارق حامد دلوقتي، تمام، يعني في تعرف 40 لعيب قائمه مبدئيه، أيوة، وبعد كده بياخد منهم ال 22، وانا اعتقد ان طارق حامد هيكون موجود.